أهلا بكم. عقد وزيرا خارجية الولايات المتحدة وفرنسا مؤتمرا صحفيا في باريس ناقش فيه عددا من القضايا الإقليمية أبرزها الملف النووي الإيراني وكذلك أزمتي ليبيا وسوريا. الطرفان اتفقا على مواصلة الجهود والتنسيق بين البلدين لمجابهة مكافحة الإرهاب ومحاولة التوصل إلى طريق يعيد إيران إلى الاتفاق النووي، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية الفرنسي Jean-Yves Le Drian. طبعا نحن كنا معا في مؤتمر برلين الثاني، وقد لاحظنا اتفاقا في وجهات النظر بين بلدينا، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الليبية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، وكذا خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. تطرقنا كذلك بشكل عميق إلى ملف النووي الإيراني، وننتظر من طهران اتخاذ قرارات أخيرة بشأن محادثات فيينا للعودة الكاملة للاتفاق النووي. من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الأمريكي عن وجود خلافات جوهرية مع طهران فيما يتعلق بمحادثات فيينا حول أحياء الاتفاق النووي، وحذر من تداعيات إطالة أمد المفاوضات وانعكاسها على عودة واشنطن للاتفاق. ما تزال هناك خلافات جوهرية مع إيران فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة إذا أصر النظام الإيراني على مواصلة تطوير جوانب من برنامجه النووي الذي حضرته الخطة، فستأتي لحظة يكون فيها من الصعب جدا على واشنطن العودة إلى معايير معمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس السيد محمد كلوش الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون الأوروبية. أهلا بك سيد محمد. سيد محمد، لنتحدث بداية عن أهمية هذه الزيارة، خصوصا بعد تراجع العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة لفترة، وأيضا يعني سبب طبعا انسحاب سابقا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من معاهدة المناخ إلى ما هنالك. يعني تكفي هذا طريقة الترحاب التي قام بها جون إيف لودريون لأنتوني بلينكن: أهلا بك في دارك، أهلا بك في دارك. ليس لأن بلينكن أمضى 10 سنوات في باريس وفي فرنسا، لكن لأن بلينكن يمثل حالة التكامل، الحالة التكاملية ما بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أي الحالة التصالحية بين الجانبين، والتي أساء إليها كثيرا الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكأن الاتحاد الأوروبي كان ينتظر بفارغ الصبر وعلى مضض أن تنتهي مدة رئاسة ترامب لتعود، على أمل أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى علاقة الشراكة السليمة المتينة المعهودة ما بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. بايدن أعلنها مسبقا حتى قبل تسلمه سدة الرئاسة، وقبل نجاحه حتى فوزه في الانتخابات، أن العودة السليمة، عودة العلاقات المتينة ما بين الجانبين ستمثل نهجه، سيكون عليها نهجه لاحقا بين الجانبين. وهنا يتضح مرة أخرى هذا التوافق ما بين دول الاتحاد الأوروبي، ما بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية في عدة قضايا، من بينها طبعا اليوم يقولها بصراحة لودريون بالنسبة إلى لبنان: هناك تعاون أكبر وأكبر على خطة سياسية لاحقة بالنسبة إلى لبنان. أما بالنسبة إلى إيران، وهو موضوع مركزي مهم خاصة مع مفاوضات. طيب سيد محمد، والمواقف الأمريكية منها. نعم، كما ذكرت ملفات عدة تم طرحها، والأبرز منها طبعا مفاوضات فيينا. كان هناك حديث عن اتفاق بين فرنسا وأيضا الولايات المتحدة باتخاذ قرارات حازمة بشأن اتفاق فيينا.
ما هو مستقبل الاتفاق، اتفاق النووي الإيراني طبعا في ظل الحديث عن جولة سابعة؟ طبعا هذه الجولة السابعة قد تكون بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، قد تكون هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين مستائين، يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مستاءة ولو بشكل غير معلن من إطالة أمد هذه المفاوضات. هناك تحفظ أمريكي على المواقف الإيرانية في هذه المفاوضات. أمريكا مصرة، قدمت ما قدمته، قدمت عروضا برفع العقوبات، قسم كبير من المفاوض من العقوبات وكلها متعلق بشكل أساسي بموضوع النفط وموضوع الشحن لا أكثر، وليس العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان. فيما الجانب الإيراني أعلن مؤخرا، قدم أو كانت هناك تصريحات تحمل على الكثير من التفاؤل بالنسبة إلى مفاوضات فيينا، على عكس المواقف الأمريكية المعلنة من هذه المفاوضات. وآخر التصريحات سيد الأمريكية أو ما تسرب من نعم، لنتطرق أيضا إلى الملف اللبناني، كان أيضا هناك حديث عن هذا الموضوع، هل برأيك أيضا سنشهد دور أمريكي أوروبي لحل أزمة لبنان، خصوصا أنه هناك البعض كان يقول أنه الولايات المتحدة كانت إذا صح التعبير تارك لبنان ولا يعني تساعد في أزمته، هل ممكن أن نشهد بعد هذا اللقاء دور أمريكي؟ أعتقد أن هذا في هذا اللقاء كان هناك إعلان صريح وواضح من لودريون عن توجه جديد متماسك ما بين فرنسا والاتحاد دول الاتحاد الأوروبي التي تتابع الملف اللبناني، ملف الأزمة في لبنان، وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أننا بدأنا مرحلة جديدة من الموقف المشترك الفرنسي أو الأوروبي الأمريكي، وأعتقد أن وراء ذلك لربما موضوع العقوبات. كان واضحا أن لا اتفاق، لا إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ عقوبات ضد سياسيين متهمين بعرقلة المسار السياسي الإصلاحي وخطط الإنقاذ، إذا كان هناك من خطط إنقاذ اقتصادية في لبنان، لكن لا يعني في كون عدم يعني مع عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حتى هذا اللحظة على اتخاذ عقوبات، يبدو أن فرنسا ذهبت باتجاه، فرنسا بشكل خاص ذهبت باتجاه التحرك أمريكيا معها وأيضا مع الاتحاد الأوروبي في سبيل ممارسة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتتحرك، لأن لبنان يوما بعد يوم يذهب إلى الانهيار الكامل. نحن نشهد على مأساة يعيشها، تراجيديا بالمعنى الكامل للكلمة، يعيشها أكثر من 60% من الشعب اللبناني، مأساة على مستوى المعيشة اليومية، على مستوى الأدوية، على مستوى التنقل، طبعاً على مستوى أبسط أمور الحياة. نعم طبعا وضحت الصورة. الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون الأوروبية السيد محمد كلاش، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.